سويت معاكم مسقعة اللحم المفروم، المسقعة العادية اللي باللحم. اليوم مشتهي مسقعة بس ما بيسوي لحم، فبسويها على دياي. سويتها معاكم من قبل، وايد لذيذة وطريقتها جدا سهلة. هي مثل صينية دياي بس بطعم المسقعة. أول شيء عندي الدياية مغسولة ونظيفة، وقصيتها بهذا الشكل، بس قصيتها من الظهر. أوكي، عندي بصل شرايح وبصل كامل، طماط، ثوم، فلفل بارد وفلفل حار، وعندي بديان وبطاط طبعا قليتهم. وبذكر لكم التوابل وبقية المقادير ونشتغل. اوكي، وعلى طول بنزل الدياية على شرايح البصل. اوكي، راح احط عليها الثوم، عندي هنا ثوم راح احطها على الدياية، واحط ونقدر نحط البهارات هني او مع الصوص اللي بنسويه حق المسقعة. انا بحط البهارات تالي، بحط الحين البصل الكامل، بحط الحين بعد شرايح البديان المقلي، بس قليت البطاط والبديان. اوكي، لان احب البديان المقلية وايد ومعوني صغير، اعتقد ما راح احط كل الكمية، هنشوف. اوكي، نوزعها هاي، بس انا ما بغطيها 100% يعني، شايفين. بعدين بحط عندكم هني فلفل حار وفلفل بارد، شيء الطماط. بعدين بنسوي صوص المسقعة مع بعض. بسوي الحين صلصة المسقعة اللي بطبخ فيها المسقعة، عشان البديان البطاط قليتهم اساسا، فراح يعطوني يعني راح يعطوني تشومة حق الطبق، وما نحتاج زيت. شوية كركم، بهار نشكل بعد شوية، عاد توابل كزبرة، حط منه. اوكي، اتاكد ان كل شيء ذاب تماما. بعدين اول شيء تقدرون تطبخه على الجولة، تقدرون تلفونها بقصدير او اذا الماعون محكم الاغلاق ما يحتاج قصدير. ساعه، نص ساعه، ساعه الا ربع، اول ما تغلي نقصر على النار. اوكي، صبي لي ماي بعد شويه. يتسبك، بدات تغلي، شوفوا الجمال، شوفوا، شوف الماي، احنا نشيك على المسقعه، شوفوا 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 الجمال، شوفوا. بخليها بعد كذي ربع ساعه، بس يا جماعة بدخلها الفرن، بشب الفرن من فوق ومن تحت. طبعا تقدرون تشبونه بس من فوق تحمرون الدياية، بس انا بعد ابيها تتسبك اكثر، فبدخلها الفرن بشبه من فوق ومن تحت لين الدياية تاخذ عشاي. وبس والله هذه مسقعة الدياي استوت جاهزة للتقديم. عندنا هني عش عرية، الحين بناكل. شوف، بسم الله، مع البطاطا والجمال، شفتوا الجمال. قبل لا اذوق ابيكم تشوفون الصوص، بس تشوفون جمال شلون متسبك، عجيب. جربوا الطريقة وايد راح تعجب لكم. يلا نذوق. بسم الله، البطاطا والبيديانة، لحظة لحظة، بعد طماطة شديدة.